للحديث عن الموضوع انضم معنا عبر الهاتف مباشرة السيد رضوان بوهيدر، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. صباح الخير أستاذ. صباح الخير. إذا بداية أستاذ، تعليقكم على عودة رئيس الجمهورية بعد رحلة العلاج بألمانيا وما جاء في كلمته. لا، أولا طبعا يجب أن نهنئ كل الجزائر بعودة الرئيس تبون إلى أرض الوطن بعد هذه الرحلة العلاجية، لأنه قبل أن يكون شخص نحن نتحدث عن واجهة الجزائر و أكيد. يعني أعلى هرم في السلطة. وجود رئيس الجمهورية اليوم في هذا الظرف الإقليمي والوطني جد ضروري. أكيد أنه المرض، أي شخص غير معصوم من المرض، لكن اليوم هذه العودة على الأقل بداية هي رد على بعض الأقاويل وبعض الإشاعات التي يعني تم إخراجها من طرف أعداء الجزائر، دعيني أقول سواء في الداخل وفي الخارج. على الأقل هذه أول نقطة في انتظار التحديات والرهانات التي أمام رئيس الجمهورية لتجسيدها، خاصة تلك الوعود والإصلاحات التي بدأها منذ انتخابه، وهي أهم نقطة اليوم على مكتب الرئيس. طيب سيد رضوان بوهيدل، يعني الكثير من الأولويات المرحلة القادمة هو التوقيع على الدستور، أيضا فيما يخص قانون الانتخابات وأيضا قانون المالية، يعني هناك العديد من الأولويات لرئيس الجمهورية في هذه المرحلة. أكيد هي ليست فقط أولويات، ولكن تعتبر أولويات عاجلة جدا. التوقيع على الدستور حتى يصبح ساري المفعول أعتقد سيكون اليوم أو يوم غد أقصى تقدير، مع قانون المالية لتفعيله على أرض الواقع، لأنه هذا الدستور هو عبارة عن دستور مؤسسات، يجب تجسيد المؤسسات الموجودة في الدستور والقوانين العضوية المنبثقة لاحقا عن هذا الدستور، خاصة قانون الانتخابات الذي وعد رئيس الجمهورية بتعديله وكلف فعلا لجنة الأستاذ، يعني خاصة يعني خرجته الأخيرة من ألمانيا، شدد على ضرورة التعجيل في قانون العضوي للانتخابات. لا أكيد، هو في الفيديو الأخير يعني بعد تمثله للشفاء تحدث وأعطى حتى مهلة بين 10 أيام أو 15 يوم، وأعتقد أنه نحن في هذا المهلة، يعني هذا القانون سيصدر ربما بداية الأسبوع حتى يناقش ويصادق عليه من طرف البرلمان ويصبح سري المفعول قبل الانتقال إلى مرحلة جد مهمة، وهي حل المجالس المنتخبة، لأن هذه المؤسسات لا يجب أن تتماشى مع الدستور الجديد، لا يجب أن تكون مثلا البرلمان، لا يجب أن يكون نفس البرلمان مع هذا الدستور بنفس الوجوه بنفس الأحزاب. لذلك الجميع ينتظر هذا القانون الخاص، القانون العضوي الخاص بتنظيم الانتخابات، حتى نقوم بتشكيل هيئات منتخبة حقيقية بطريقة شفافة وديمقراطية، وننتج تشكيلة جديدة هي التي ستقوم ب يعني تسيير الجزائر الجديدة. هذا الأمر أيضا يعتبر مستعجل ويعتبر أحد تعهدات الرئيس، يعني منذ كان مترشحا أنه هذه الهيئات المنتخبة ليست لها تلك المصداقية، وهي مرفوضة اليوم حتى من ناحية الشعبية. لذلك يجب تجسيد مطالب الشعب، يعني الرضوخ إلى الإرادة الشعبية، وهي أهم نقطة في الديمقراطية للسير نحو هذه الإصلاحات. طيب يعني بالحديث على مطالب الشعب، هل ترون يعني كأستاذ في العلوم السياسية أنه ربما يجب توسيع دائرة الحوار لكي لا نقع يعني في نفس السجال السياسي الذي وقفنا عليه قبل تعديل الدستور؟ لا أكيد، وهذا هو المرجو من قانون الانتخابات، لأنه هذا القانون في السابق كان قانون المحاصصة أو يعرف بنظام الكوتا الذي تستفيد منه فقط الأحزاب الكبرى، لأنه لو لاحظنا خلال العقود الأخيرة حتى نقول السنوات الأخيرة، هي يعني نفس الأحزاب هي التي تحصل على الأغلبية، لأنه القانون كان في صالحها وهذا القانون كان من إنتاجها. اليوم الرئيس أعتقد حتى لما كان
كان مترشح حر سيكون محايدا في هذه النقطة لفتح المجال لجميع القوى السياسية الفاعلة التي كانت مهمشة ومقصات للولوج إلى عالم السياسة والمشاركة السياسية، وهو أعطى يعني تعهدات أيضا أنه يفسح المجال للشباب. وأهم نقطة أيضا في اعتقادي هي الفصل المال الفاسد عن السياسة حتى لا ننتج نفس البرلمان، لأنه لو حلينا البرلمان مثلا أو المجالس الولائية والبلدية وأعلنا انتخابات مسبقة بنفس القانون سننتج نفس الوجوه ونفس التشكيلات التي بغض النظر أنها مرفوضة شعبيا هي لم تقدم شيء للجزائر. لكن هذا يعتبر رهان أيضا أعتقد محاسبة الولاة اليوم أو على الأقل تقييمهم صار ضروري بالنسبة إلى مسألة ماذا قدموا منذ آخر لقاء بخصوص مناطق الضلة وحتى كل مناطق، يعني حصيلة عملهم. أكيد الحصيلة اليوم هي أمام رئيس الجمهورية. أنا ما أتوقعه أنه سيكون هناك تغيير شامل، لأنه تصحيح الأخطاء اليوم لأنه غياب الرئيس ثبت أنه ما كانت هناك وضع ثقة في رجال ربما لم يكونوا قدر هذه الثقة عفوا بداية من الحكومة، بعض الوزراء ربما، بعض الولاء أنا أقول ربما فقط. هذا حان الوقت للتقييم على الأقل بعد سنة. أكيد يجب فقط ترتيب الأولويات سيد رضوان أبو هيدر، شكرا لك على هذا التدخل وهذه كل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك.